معانا تليفون. هالة، اهلا وسهلا. ايوه، مساء الخير. مساء النور، حضرتك ممكن اتواصل مع الشيخ احمد؟ اتفضلي يا فندم. ايوه يا شيخ احمد، اتفضلي، تحت امرك. حضرتك يا شيخ احمد، انا بحب واحد بقالي 8 سنين، وابويا ابو بابا رافض الموضوع عشان بيقول ان هما فلاحين مره ومره مش عايز مش حابه. فانا بصلي وبدعي وبصلي بيوم اللي بصلي الوقت بوقته يعني، بس كنت عايزه من حضرتك دعاء يعني امشي عليه، ربنا يصلح الحال. عندك كم سنة يا هالة؟ انا عندي 26 سنه. تمام. انت بتحبيه من 8 سنين، يعني كان عندك 18 سنة. ايوه، هو كان بقى عندي 18 هو دلوقتي سنه، عنده كم سنة؟ هو دلوقتي عنده 33 سنه. 33. طيب اه، باباكي واهله عايزين هو يتجوزوني يعني. متجوز؟ لا لا، مش متجوز، يعني هو عادي عايز يتجوزك، شاب هو يعني عايزني عادي. بس باباكي والدي مش رافضه عايز. ليه؟ والله كانت حاصلة مشاكل بينا من سنين، فهو رفض الموضوع عشان كده. مرة يقول أصلا هما فلاحين، وتاني مرة يقول لأ مش عمري ما أنا مديها له، وناس كتير اتدخلت في الموضوع. خناقات بين مين؟ خناقات بين أهله وأهلك؟ أيوة، من سنين يعني، من أيام جدودنا كده، يعني العيلتين في بينهم مشاكل، ده من سنين. كان برضه يعني موضوع كده، مش عايزة أدخل في مش التفاصيل مهم معاه. تفاصيله، يعني في مشاكل بين العيلتين، لكن أيوة هو نفسه بقى يعني كويس وأخلاقه كويسة وبيشتغل ايوه وكده. خالص، كويس خالص، حالته كويسه، بس مش عارفه هو رفض الموضوع خالص. فانا صراحه مش عارفه اعيش من غيره، مش بس عايزه انت دعاء عارفه، امشي لا لا عليه. لا، انت عايشه انت من غيره. بس طبعا، انت كلام بتقوليه، انت عايشه من غيره وبقالك 8 سنين عايشه عادي كويسه بفضل الله تعالى. بس تعبانه يعني، مش لا 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 كويسه، لا، مش مفيش حاجه مبسوطه اسمها في حياتي. تعبانه. تعبانه عشان التواصل المستمر ما بينكم انتوا الاثنين، فاكيد هتتعبي يعني. لكن الاصل اللي انت 8 سنين كلها علاقات غلط، فالاصل اللي احنا بنتوقف عن المساله دي وبتقي ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمني. لكن طول ما احنا ماشيين في الغلط ربنا مش هيكرمني، صح ولا غلط؟ طب حضرتك، ايوه يا ربي، يعني هو انا عايزه يعني اصل هو يعرف الشرع ان انا، بيقول ايه؟ اتنين يحبوا بعض بالغلط ده وفي الاخر معلش اصل انا تعبانه من غيره؟ مفيش طب كده. حضرتك انا اسال بس هاتيلي سؤال، هو انا علاقات عصياهم اني انا بحبه؟ انا ايه؟ عصي اهلي، ايه؟ انا بتقول عصي عصي اهلي ان اهلي؟ انا بحبه. لا انا ما بقولش انت عصي اهلك. الحب ده على فكره له اسبابه. انا عندي حب عذري وحب غير عذري. الحب العذري ما حدش يقدر يقول عليه حرام اصلا، لكن الحرام فين؟ اللي هو الـ الاثر المترتب على هذا الحب. الاثر المترتب، واحد بيحب خلاص حبيت، طيب كويس، وبعدين مش بايدي، القلوب بيد الله تبارك وتعالى يقلب. ابن الجوزي رحمه الله في طوق الحمامه في الالفه والالاف في المقدمه كده يقول ايه؟ واعلم اعزك الله ان الحب ليس بمنكر في الديانه ولا بمحظور في الشريعه. وبعدين راح قايل وقد احب من الخلفاء الراشدين كذا، واحب عبد الرحمن جاريه اسمها دعجاء، الى اخر مقال ابن الجوزي رحمه الله. طب حضرتك انا عايزه دعاء بس، لكن غضب قضيه عليك. اللي هو السلوك فيما بعد، السلوك الغلط بقى 8 ايه سنين السلوك بقى الغلط؟ ما انا بتكلم، ما انا ما اعرفش في سلوك. انا بقول لك السلوك بعد كده ده حب خلاص. لكن اللي احنا بقى اللي هو السلوك المترتب على ده بقى اللي هو الكلمات والهمسات واللمسات والحياة، ما ده هيبقى غلط صح ولا ده حلال؟ لا، هو علاقة عادية يعني، سطحية خالص. يعني ما يعني ايه علاقة العلاقة؟ ما انا سطحية، ما فيش اي، ايه العلاقة بين الرجل والمرأة؟ علاقة سطحية استمرت 8 سنين وفيها حب ازاي يعني؟ يعني علاقة عادي، كلام في التليفون بس. طيب والعلاقة، طيب حلوة زي الفل، أنا معاكي. العلاقة اللي يبقى هي هو ما بيننا تعود بقى يا هالة، انت تعودتي انك انت حد بيكلمك كده بقالك 8 سنين، يا لكن هلا، انا مش عاوزه حب بس، ده. لا عشان بس هقول لحضرتك، العلاقه بيني وبين الست دي او بينك وبين الراجل ده او الشاب ده في التليفون، صح كده؟ دي علاقه، وعلاقه سطحيه. ايوه، طب ودي علاقه ربنا يرضى عنها ولا ما يرضاش عنها؟ هو جارنا كمان يعني، انا بشوفه نعم بيت جارك. قصاد البيت. انا مش علاقه بتشوفيه عشان هو جاري، ما انا بشوف جارتي وده بيشوف، مش ما عادي ايوه، فانا طبيعي. قصدي كده لكن يعني، انا الموضوع بتكلم معلش. العلاقات التليفونيه دي يرضى عنها ربنا؟ خلي انا ركزي ما تخرجنيش، ده يرضى عنها ربنا؟ حضرتك انا بكلمك عشان اقول لك، هل انا عاصيه او عامله حاجه حرام، انا او مش انا هقول عايزه لك دعاء حلال، انا امشي عاوزك عليه؟ انت اللي تجاوبي. رد عليا هالة بس لو سمحتي. انا عارفه انه العلاقه دي حرام ان انا اكلم بالمكالمه دي راجل في التليفون، يرضى عنها ربنا؟ انا عارفه انه حرام. بس خلاص انت جاوبت عن نفسك، فانا هعمل اقول لك ايه؟ من ترك شيئا لله عوض الله خيرا. ممكن تبعدي فتره كده لله، لله قولي عشان خاطر رب العالمين، يمكن ربنا لما يشوف كده ويطلع ان الحمد لله انت بعدتي عشان خاطر الله، فربنا يروح جايب ايه؟ يقول لك تعالي بقى انا هخليه لك في الحلال.
أدام أنت تركت الأمر لله تعالى فربنا يكرمك في الحلال. ربنا يعمل لها الخير إن شاء الله يا رب. وادعي ربك، ادعي ربك، بس الدعاء شوف تب لنتوب، هي دي اغفر لنا يا رب. طب قدم أسباب المغفرة، فأنت لما تبتعد شوية كده لله رب العالمين ممكن يكرمك بيه أو يعوضك أفضل منه. أيوه.